لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إنسار. تحيا بكم يا كرام كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار. وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم بالحشا والقلب تذكار. من الإنشاد إلى الإرشاد مع فضيلة الشيخ صالح أبو زبيبة، فليتفضل مشكورا غير مأمور إذا تكرم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً. رجعنا السكوت أحبابنا، الإنصات نصف العلم. نعم يا أحبابنا، لذلك أريد أن أنوع في الحديث. يقول الشاعر: إذا تحدثت في قوم لتطربهم من الحديث بما يمضي وما يأتي فلا تعاود حديثك، إن سمعهم موسد في معادات المعادات. فنأتي قطوف دانية في هذه المناسبة. العريس اسمه صالح على اسمي وأنا على اسم جدي، وكل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري يقول: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. صالح نساء قريش فيهن صفتان: أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يمينه. الحنان يعني إذا أصبح لها ولد لا تترك بيت زوجها وتراعي زوجها في ظروف المعيشة. أيها الأحبة، سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة النكاح، وقال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله عز وجل سمى ميثاق الزواج، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، فهي أمانة عندك يا أخي. لذلك يا أحبابنا، سنة الحياة هي الزواج. من ترك النوافل لا يعاقب، من ترك السنن يعاقب أو يعاتب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع عن صحابي اسمه عكاف أنه قد عزم على عدم الزواج، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عكاف، إن كنت من إخواني الرهبان فالحق بهم، فإن من سنة الزواج. سنة الحياة. كيف يكون الزواج سنة الحياة؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال: إني جاعل في الأرض خليفة. أنت يا إنسان خليفة الله في الأرض.
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت خليفة الله، أتحسب أنك جرم صغير وفيك أن طوى العالم الأكبر؟ أنت شيء ثمين. رأيت الشيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحية مجال، يقول مللت أنعاما وبهما وإنسانا أريد، فهل أنال؟ فقلنا ذا محال، قد طلبنا. فقال وبنيتي ذاك المحال، كما يقول سيدنا بذلك شمس الدين التبريزي وتلميذه مولانا جلال الدين الرومي. فيا أحبابنا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. جعلك الله خليفة في الأرض، ولا تكون الخلافة إلا بالزواج، لأن الزواج هو الذي يكثر النسل. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب ما فائدة الزواج؟ أهي الشهوة فقط؟ لا يا إخوتي، هو أعظم من ذلك، هو صلاح، هو تقى. نعم رجل قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء. ونعمة امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. أحبابنا، المرأة حينما تتزوج تفتح لها أبواب الجنة. لماذا؟ بطاعة زوجها تنال أرفع المراتب. جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله، إن الرجال يجاهدون في سبيل الله ويحضرون الجماعة ويحضرون الجمعة، نحن ما لنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك. المرأة حينما تقول في خدمة الزوج يعدل ذلك. كذلك حينما طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام ميزة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، ما من امرأة، يعني تركت لها ما ثلاثة أولاد أسقاط سقط، إلا كانوا لها حجاب من النار. قالت امرأة يا رسول الله، وإثنان؟ قال وإثنان. وقد ورد في الحديث المرسل، وقال الإمام الحاكم، رجاله رجال الصحيح، يؤتى بالأولاد فيقول الله لهم ادخلوا الجنة، يقولون لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا وأمهاتنا. قال لهم ادخلوا الجنة، ما لكم مخبنطئين، يعني ممتنعين عن الدخول. قالوا لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا. قال الله عز وجل لهم، ادخلوا الجنة وآباءكم وأمهاتكم، ادخلوها. هذا فضل حينما تربي هذه الذرية. أيضا أيها الأحبة، الذرية الصالحة، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، هذه من آثار الزواج. من حفظ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه، من تعلم القرآن وعمل به، وفي رواية وطبقه، يكسى والداه بتاج من النور أضواء من الشمس، ويكسى حلتان تعدل الدنيا، فيقولان ربنا بمن إن ذلك؟ قال بتعلم ولدكم القرآن. خير زرع أيها الأحبة إنه في الذرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق صالح الذرية الصالحة.
والزوجة الصالحة، وأن تكون خير امرأة صالحة وهو خير زوج صالح. وصيتي للزوج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن رضي منها خلق أو إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فالكمال في النساء أيها الأحبة لا يكون، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. لذلك أريد طرفة أن أذكر لكم. رجل كان لا يتزوج وقد رفع معياره من الزواج، فجاء إلى رجل اسمه أبو دعيبس وقال: أريد مواصفات. قال: قل لي مواصفاتك. وكما يروى عن سيدنا الشيخ نبهاني، توفيت امرأة فقال له: ألا تتزوج؟ قال له: سيدي بدي اياها بطاشات وبيضة وشقرة وعيونها خضر وتمامة الفستق وكذا وكذا وغنية. قال: اخطبها إلى ربك في الجنة. خرج من عند الشيخ، ضربته سيارة فتوفي. أما أبو دعيبس قال: بعث امرؤ لأبي دعيبس مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، قد أحرزت في العلم خير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بعقلها، وحصينة ورزينة وجميلة، شهد الجميع لها بجودة عقلها وخفيفة الظل، لو مشت يوما لما شعر التراب بخف وطأة عليها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. فأجابه الشيخ الحكيم بقوله: هذا من الإسخاف فيه المنتهى، وفى قراءة كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم دعيبس وأخذتها. فيا أحبابنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. اللهم اجعل هذا الزواج زواجا ميمونا وبالمسرات مقرونا، وأخرج منهما النسل الصالح الذي يكون قرة عين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولآل بيت أبو صالح ولآل الصالحين من جميع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيم الوصل هب على الندامى، فأسكرهم وما شربوا مداما، ومالت منهم الأعناق ميلا، لأن قلوبهم مليت غراما. الشيخ أحمد، الشيخ نسيم الوصل هب على الندامى، فأسكرهم وما شربوا مداما، ومالت منه من أعناق ميلا، لأن قلوبهم بيت غراما.
الله على نزير الشيخ مكحول العيد السلام السلام عم العريس يا عريس ما بيطلع لي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا ملين وتفكر منامات وعيني بعدهم ما شبعت طيب يا والله منامات منامات والله يا طير الحر خبرني من المات ومين الحي على جدل بالله يا بو يمين الحال على جد الحياة والله يا بو يا شيخي والله يا شيخي والله يا شيخ صالح ضاقت الدنيا والرجاء بيكم مثل قصر المشيد يا يابا يابا والرجاء بيك والله كيف ينظام حاديكم يا اهل السبيبه والرجاء بيكم يا دوم احرابكم تكثر دماء ايه والله يا مويدهم احراب كم تكثر دماء اذا ما عين الساقي تجلى طيب طيب اذا من سير الليالي على الأقدام يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم على الأقدام واستحلى القيامة فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل ودا منامهم وهذا مقصود القوم الكرامة
طيب الله ينفاس الله يديم الصحة والعافية يا أبي صالح. بلدي بلدي لا انت عم تأمر أمر وابقى
عاش ابو سعيد عاش تحية سلام احلى اجمل تحية سلام لعيون الغالي سيد مصعب ابو عمر ابن عم العريس لعيون الغالي سيد عبد الله حمود لجاه وحده وحده لعيون العريس صالح حمامه خواله العيون كل الضيوف لهم اجمل ترحية اجمل سلام عاش العريس بمقصد العريس يلا اعطينا ايه 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 يلا العريس والده وعمامه وخواله العيون كل الضيوف بدون اي استثناء الاجمل ترحيب اجمل سلام باسم الغالي الغالي عبد الله حمود الاجمل ترحيب اجمل سلام وسلام عاشوا سرحوني بما تحكي
سلام بالغالي من ابو عمر جميع الضيوف جميع العشائر كل الضيوف من عريس واد وحمام وخواله كل الضيوف من دون اي استثناء لعيون الغالي السيد ابو علي اهالي حساب من نجمة ترحيب نجمة سلام لعيون الغالي حاج عبده لعيون شباب الدابق كل فرديس ومليون تحيه سلام صالح وعبده كل الضيوف كل شيء موجود للنجمة الترحيب نجمة سلام والعيون محبة لعيون كل شيء موجود عاشق يلي محمل على عيني حول على المدينة وحول على المدينة بلغ سلام إلى الله وكله يرضى سلام من عيون الحاج عبد القادر ابو امجد العريس صالح ابن عم العريس في حي جميع الضيوف في حي كل العشائر من عيون من دابق على اراضي اسطنبول من اسطنبول عيون شباب دابق كل الضيوف كل شيء موجود لعيون الاستاذ المشهد الديني عبد المجيد الصالح وضيوفه لمليون تحية سلام جميع العشائر جميع الضيوف كل شيء موجود من عيون ابن عم العريس ونجم تحية سلام من عيون حال حاج عبد عاشور هذه احلى اجمل تحية سلام العريس والده حمامه وخواله العيون كل الطيور من دون اي استثناء نجمة ترحيب نجمة سلام اهالي افس انفردن المليون تحيه سلام اهالي حسن خاص ناس والمحبه براس اهالي حسن المليون تحيه سلام المحترمين منهم في كندا في اوروبا تحية وسلام لعيون عشيرة الطي من مي للمي بعد الجزيرة بشوي الصامدين الصامرين بلاد الشمال الشرقي والغربي الشيخ ناصر والشيخ طالب الشيخ أبو مصطفى ضيوفه الشيخ صالح جميع الموجودين للنجمة الترحيب نجمة سلام وآثار تحية سلام العريس والده أمامه خواله كل الضيوف من المسرح أربع أطراف أبو مالك أبو رفعت أبو عبد الله الغالي أبو عبد الغالي جميع الموجودين ألف 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 مبروك للعرسان والده وحمامه وخواله عاشوا وقالوا لي وين تنزل
اجمل تحيه سلام من عيون صالح ابن عم العريس. بيحيي كل العشاير، بيحيي كل الطيور، المسرح على اربع اطراف. الشيخ عبد المجيد ابو صالح له اجمل ترحيب، اجمل سلام. عم العريس، خي العريس، جميع الضيوف، الصالح على اربع اطراف. عاشوا عاشوا، يلا ايوه، عاش نعيم زين نعيم. عاشوا لهم لهم روحي لهم. يا قريبي لا تنساو. يا زارع الريحان حول خيامنا، الله لا تزرع الريحان لست تقيم يا بيابا يا معلم على الآت. دخيلك يا ابو صالح، دخيلك. هدي هدي شوي شوي. من عم العريس الغالي الشيخ والاستاذ عبد المجيد ابو صالح واولاده، بيحيي كل الطيور، بيحيي كل شيء موجود بهالصاله، لهم اجمل تحيه سلام وسلام. كبير صغير، طيب ميت، مسافر جاي، لكل الطيور، كل شيء له ماله سلام، لهم اجمل ترحيب، اجمل سلام. عرب تركمان كراب وإذا الله راح تراك خوش يا دقيز سفضار قاتل دقيز بزمتك مسافر لرمز دقنر سوريا دقنر شرق خوش خوش يا دقيز يعني شرفتونا نوصتونا. أهلا وسهلا بكل الضيوف من عم العريس أو صالح على كل شيء موجود من أجمل ترحيب أجمل سلام. من عيون السيد استاذ عبد الله والمحبه كله براس ابو احمد الغالي، الاستاذ عبد المجيد الصالح، الشيخ ناصر بيحيي عمامه خواله كل الضيوف من دون اي استثناء، عشير الطيب كل الضيوف من دون اي استثناء، لان اجمل ترحيب اجمل سلام وسلام. نظرينا وجه الحبيب نعيم وفراق من أهوى علي صعيب. يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست تقيم يا بيابا يا يقول خي العريس ابو محمود. الوجه تعبان وحسبانه كبر سني يا ابو صالح، تجاعيد الهموم والبيك يا ابو صالح. يقول ابو محمود يا ابو صالح الوجه تعبان وحسبانه كبر سني، تجاعيد الهموم والبيك، اجت منك ما اجت مني يا ابو صالح، واذا انت تعيش بسعاده انا القهر شاتني يا ابو صالح، انا القهر شاتني. أحلى أجمل سلام من عيون خي العريس أبو محمود، بيحيي كل الطيور، كل شيء موجود من دون أي استثناء، حمامه خواله كل فرد باسمه، لهم أجمل ترحيب أجمل سلام. ولاد حمام العريس خاص نص، خوال العريس خاص نص، والمحبة كل براس أبو شادي، خاص نص أبو شادي. عبد المهيمن خاصة عم العريس هو تاج علم على كل طيب. الشيخ ناصر، المشايخ كلها، المشايخ كبيرهم وصغيرهم.
ان كل المحبه براس ابو الفضل على راسي يا راسي يا راسي الشهاد الديني مشرفنا من عتاب الى اراضي اسطنبول ابو الفضل وضيوفه على راسي ذاك الشيخ صالح الشيخ خالد والشيخ ناصر كل الشيوخ هون 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 يلا يلا تحية سلام أهل آفس كبيرهم صغيرهم أهل آفس تحية وسلام الشيخ أحمد إسماعيل هون الشيخ كل المشايخ منورين منورين اللهم صل على حبيبنا محمد صلوا عليه تحية سلام من عيون أبو رفع العريس والده عمام وخواله والمحبة كله براس عم العريس أبو صالح عشيرة الطيب عبد الستار أبو عبده وضيوفه جميع الضيوف يلا إن بالحبيب محمد وذويه إن الويام بحبه يرضيه الله إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه الله ابو سعيد العيمي اسمع ابو اسمع دخيله جسد تمكن حب احمد فيه تالله أحلى أجمل سلام لعيون الحاج أحمد مصطفى الدابقي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الحاج مصطفى الدابقي والله يديم الصحة زفت العريس تمام يا ما
حرس الله مين العين عريس سؤال حاج ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد ولا عريس صالح عاش تهانينا يا عريسنا يا صالح ولكم مبروك ولولا وجودكم بالحفل مبروك يقول محمود أبو مجيد يا جرحي عالجوك كثير يقول أبو سعيد النعيمي يا جرحي عالجوك كثير ما بروك والواي عند ما يقول الأحباي الله الله
الغزالة هاي هاي صلوا على محمد هل زارت الغزالة الجبل يشكي بقامة من حملها وما شاله الجبل يشكي بقامة من حملها وما شاله الله 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 يلا 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 والأول وتشكي نحو الرسول وتبكي جت الغزالة وتشكي نحو الرسول وتبكي جت الغزالة وتشكي نحو الرسول وتبكي جت الغزالة وتشكي نحو الرسول وتبكي قالت له يا مكي يا صاحب الكفالة قالت له يا مكي يا صاحب الكفالة صلوا على محمد هل زارت الغزالة الجبل يشكي بقامة من حملها وما شالها الجبل يشكي بقامة حملها وما شالها يا لبيت الرسالة لكم أشكو الأحوال
منكم يتشالى. يلا لف روح يلا 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 ما في زمر لا زمر ما في زمر روح زينوا الحارة والحارة لينا زينوا الحارة والحارة لينا وبأرض الحارة نوصل لينا وبأرض الحارة نوصل لينا يا على المحبة تغينا وعلى المحبة نوضحكم تصبحون على ألف خير. هاي حقيقة يا شيخي. والله يا عيني نحن خوالك والله ونسيرت موعب موعب يا عيني نحن خوالك والله بطيت عقالك لو ابني اشوف يا عيني نحن خوالك. بسم الله بسم الله بسم الله. يا راكب الوجناء وقيت الردى يا راكب الوجناء يا راكب الوجناء هل من عودة أحيا بها يا راكب الوجناء وين أحباب قلبي مني السلام عريبة ذياك اللواء عيني من مغرم دنف كئيب النائي صب متى قفل الحجيج تصاعدت زفراته بتنفس الصعداء كلم السهاد جفونه فتبادرت عبراته ممزوجة بدمائي والحادثات خيال هل ترى قط طيبة عينائي والله مطر وغيوم والدنيا معكراي لأجلك عفت خلاني يا باه اي والله ومعك راي والله يا ابو خضر يا شيخ الشيخ صالح قوم دبرنا على راي النتيجة وين صفونا الحباب حبيب يا باه يا يابا النتيجة وين صفونا الأحباب والله فرحكم يا خوالي فرحنا مزجنا حنة الفرحة سلام حباب سلسل حولك يا سلام
والله فرحنا لما أبو صالح نادانا فرحنا لجل عينه ونلبي الطلايب يا يابا ولجل عينه ونلبي الطلايب ليت شعري والحادثة خيال ليت شعري يا يوب ليت شعري يا يوب والحادثات خيال هل ترى قط طيبة عيناي وأراني ممرغا حر وجهي بظل فناء دارك الفيحاء وأناجيك يا حبيبي وروحي وبهائي وبهجتي وضيائي إلى هنا ونختم أيها الإخوة بحكم ضيق الوقت يعني لقد همس في أذني أحدهم فقال إني بقي خمس دقائق فقال نجعلها للدعاء من أخونا شيخ زياد لا أنا عملت حصلي دعاء خمس دقائق لك شيخ زياد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك واجعلنا إخوة متحابين متآلفين فيك يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا إلا رحمته برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير الذي يليها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر الذي يليها إلى يوم الدين يا رب العالمين ربنا كن معنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأرضنا وارض عنا واهدنا واهد بنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك للعروسين يا أرحم الراحمين بارك فيهما ولهما وعليهما واجمع بينهما بخير يا أكرم الأكرمين وأخرج منهما النسل الطيب الطاهر الذي يعبدك ويوحدك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين ألف شكر للشيخ زياد وللشيخ ناصر على هذا الكلام الطيب